ماي العيدان تسخر من ابنة فنان كويتي شهير، تنمرت عليها أمام الملايين، وما قالته لهدى حسين صادم. شاركت الإعلامية الكويتية ماي العيدان صورة أول ظهور لابنة الممثل والمخرج الكويتي محمد حلمي عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام، وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: لأول مرة صورة أمل ابنة الفنان محمد الحلمي، سبحان الله نسخة منه. واعتبر المتابعون كلام ما يوجد فيه سخرية بسبب لون البشرة السمراء، واعترضوا على عدم احترامها لخصوصية الفنان وعائلته. وفي مقطع فيديو مصور شاركته أيضا عبر حسابها الشخصي، هاجمت ماي الممثلة العراقية هدى حسين بسبب اختيار للأدوار في الفترة الأخيرة، ووجهت رسالة قالت فيها: نحن نحبك وما نريد تنزلين، نريد تطلعين. هدى حسين رسالة مني إليك، أتمنى أن توصل لك. وكانت ماي العيدان قد خرجت سابقا عن صمتها وكشفت بعض الأمور التي حصلت معها داخل المستشفى التي كانت بها بعد تعرضها لوعكة صحية. وفي التفاصيل فقد نشرت ماي بوست على حسابها على فيسبوك قالت فيه: أمس تعرضت لأزمة صحية كبيرة أدت لصعوبة بالتنفس وهبوط حاد بالضغط، ولأول مرة بحياتي أطلب الأسعاف اللي ما قصروا، وخلال دقايق كانوا عندي وتم نقلي إلى المستشفى الحكومي، والحمد لله كمان ما قصروا، لكن اكتشفت الفرق بين المستشفى الخاص والحكومي. وتابعت قائلة: نفس خدمات المستشفى الخاص بكل شيء، فقط المختلف هي خدمة الطوارئ، بالخاص مرتب أكتر وكل سرير منفصل بحيط، لكن بالحكومة تكدس والفاصل بينك وبين المريض ستارة، فكل شيء يصرخ ومزعج ومستحيل ترتاح بطوارئ المستشفى الحكومي، بالإضافة للمشكلة الكبيرة إذا حالتك المرضية حساسة أو صعبة. شلونكم؟ شخباركم حبايب القلب؟ أدري long time جدا معكم. وختمت الإعلامية الكويتية كلامها بالقول: المستشفى الخاص يرفض استقبالك، كأنهم يقولون لك إذا بدك تتدلع تعال عنا، إذا بدك تموت روح مستشفى حكومي. هذا وتم نقل الإعلامية الكويتية ماي العيدان الشهر الماضي إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية، الأمر الذي استدعى تلقيها الرعاية الصحية تحت إشراف طبي. وظهرت ماي في مقطع فيديو نشرته على حسابها الموثق على إنستغرام وهي تتلقى إبرة لتعليق المحاليل الطبية المختلفة لتساعدها على التعافي من هذه الأزمة. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.